نبدأ أخبارنا من عند ولاد العم النادي الإسماعيلي. ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي قرر فتح خطوط اتصال مع وكلاء اللاعبين الأجانب الهاربين من النادي لحل الأزمات بصورة ودية، تمهيدا لسحب شكواهم ضد القلعة الصفراء لدى الاتحاد الدولي الفيفا. ويواجه الإسماعيلي أزمات عديدة مع محترفي الأجانب، وهم الأرجنتيني ديجو فرناندو والبوليفي كارميليو والإيفواري جان موريل والتونسي نور زمان وطبعا الجزائري محمد بن خماسة والفلسطيني خالد النبريسي. طبعا أزمات كبيرة جدا كبيرة جدا، متهيألي في لعبة من دي محدش فاكرها أصلا من جميل الإسماعيلي. دي مشكلة يا جماعة، المشكلة ان في لعيبه من دول انا مش فاكر لعبوا امتى في الدوري المصري، وده المفروض من فتره قريبه يعني. مع احترامي للجميع واحترامي ليهم، ولكن الموضوع لازم يتحل بشكل ودي. الاسماعيلي مش ناقص يعني مشاكل اكتر من اللي هو فيها، الله يكون في عون مجلس ادارته. كابتن حمزه الجمل المدير الفني لنادي الاسماعيلي طلب مجلس إدارة نادي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي بضرورة تغيير لائحة فريق الكرة بحيث تتضمن بنود تحفيزية لاستعادة الانتصارات وتصحيح المسار في جدول الدوري، بجانب وضع بنود تقضي بعقاب اللاعبين الذين لا يلتزمون بتعليمات الجهاز الفني تمهيدا لعودة الانضباط والالتزام لصفوف الفريق الأصفر. الكلام ده ليه وعليه؟ يعني ايه ليه وعليه؟ ليه؟ إن كلام محترم جدا طبعا من كابتن حمزة باكينيلو، كل الاحترام من الناس المحترمة جدا من أبناء المخلصين نادي الإسماعيلي. بيقول اللي احنا عايزين يكون فيه يعني زي تحفيز أكتر اللاعبين، يعني بند اللي يفوز في اللقاء في اللايحة يكون المكافأة أكبر عشان اللعيبة تاخد وقتها أو تاخد يعني وقت إنها تكسب ويبقى فيه تحفيز ليهم. ولكن اللي عليه في الحتة دي فكرة إن اللعيبة اللي غير ملتزمة يكون في عقاب، معنى كده اللي في ناس غير ملتزمة، في ناس كتير غير ملتزمة. نادي الإسماعيلي اسم كبير، كيان كبير، وراه جماهير كبيرة جدا وكتيرة جدا. أتمنى لعيبة الإسماعيلي تفوق وتركز قبل فوات الأوان. استعان الجهاز الفني المقاولون العرب بقيادة كابتن شوقي غريب بالمباريات الماضية لفريق فاركو في الدوري، وخاصة مباراة البنك الأهلي في الجولة قبل الماضية والتي انتهت بفوز فاركو بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي قبل مواجهة الأربعاء. ويدخل اليوم الاثنين فريق الكرة الأول بنادي المقاولين العرب معسكر مغلق استعداد لمباراة فاركو المقبلة، ولا تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري، واللي هيستضيفها استاد برج العرب في اسكندرية. تعود بعثة فريق فيوتشر يوم الاثنين إلى القاهرة بعد الانتهاء من منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الجيش الملكي المغربي، واللي انتهت بالخسارة 2-0 هالدراك اللي طبعا لفيوتشر. نتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم. الفريق عنده مباراة مهمة قدام نادي الإسماعيلي يوم الجمعة في الجولة 20 من بطولة الدوري.